قد بتتذكر هاي الفترة؟ شو يعني بتذكرها؟ هلا الطفولة يعني الطفولة أنا تهجرت من طفولتي. كيف؟ قد ما كانت طفولة سعيدة عن جد؟ كنت هادي عايش بسلام فظيع، كان عندي عالمي الخاص والحمد لله ربيت ببيت هيك فني وبحب الفن، خوالي موسيقية وأمي وبي، أمي صوتها حلو وبي كان يمثل، أمي كمان تعرفوا على بعضهم على المسرح، انغرموا ببعضهم على المسرح، جوزوا جابوا مسرح صغير اللي هو حضرتي، فربيت ببيئة حاضنة لهالموضوع لحد ما كبرت وبلشت افهم قديش في حيطان بالدنيا وقديش في جوار ومصايب وقصص بقى لحد ما توفت ستي الله يرحمها، ستي بحبها كثير، فطلعت معي شغله هيك اختصرت فيها اذا بدك علاقتي بطفولتي. أوكي. تقول رجعي هيك الايام، رجعي عخيل الاوهام، رديني انا طفل صغير عيونه بتلمع بالاحلام، رديني انا طفل صغير بيتشيطن وما بينلام، رد الدنيا بعيوني كبيرة صغير الدنيا هون، رديني عقودة صغيرة حدودة كل الكون، شلحيني بهيك الحي العب بزوريب وشوي العب تيخلص اللعب وتيتعب مني التعب، وطير وسابق الهوى ولما اوعى وعي الشمس وعشي نسرب سوا واحكي مع القمر همس، ردي رفقات اللي راحوا كل واحد بميل، ردي سهرات اللي طالوا تينعس الليل، رديني طيار كبير طير طيارة بالخيط، رديني عاشق أمير بأول بوسة ورا الحيط، رديني مش فاهم شي لكن عارف شو بني، رديلي صوت الست اللي كان ينسيني الدنيا، شلحيني عليك السرير تغمد عيني ونام. عيب عيب. طيب جورج أنت كنت عارف حالك من أنت وصغير أنك بتخاف من الزواج لحتى تبقى لهلأ أعزب؟ ما بخاف من الزواج. ما بتخاف من الزواج؟ لا، بس أنا برأيي الزواج يا يكون الملازم طيب ما يطلعوا الأولاد ضحايا. إيه. إنه بعد بدك تجيب من عدا شيء عم بتعتمه عم تعتره وتحبس له روحه بلحم ودم ووقت. من عدا شيء كرمال تحس بشعور الأبوة وهذا إلى آخره، ما اختلفنا، خلينا ما نفوت بهالجدلية. كمان بدك تعيشه بمشاكل نفسية واجتماعية وإلى آخره، لا لازم تهيله بيئة سليمة ليعيش فيها. لذلك انتقاء الشريك بيكون يعني الشريكة بيكون شوي في صعوبة إنك تختارها لتكون هي إذا بدك أنت وياها متفقين. ما بدك كثير يعني، لا ما هي أنت إذا حاط براسك أنت مثلا شو أنا مثلا الشريك اللي عم فكر فيها أنا حاططهم براسي أنا هات لشوف لازبد ما لقيه مثل شو مثلا أنا أهم ثلاث يعني ثلاث أربع أشياء هول ضروريات هول بيلتقوا بأي بنت، انه يكون معها مصاري كثير، يكون عندها بيت كبير، تكون ما بتنق، وتكون حلوه كثير، بحبك اكثر من انت بتحبها، هي ضروريه. ليك مثلا ما تسالني شيء، انه ما تسالني ولا اي سؤال لوين رايح لوين جاي ولا تكون ما تنق. ها انت مضيفك شيء عباس؟ لا فالقرد